مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في المحطه الاخيره لبطوله افريقيا، البطوله التي شارك فيها ابرز البلدان الافريقيه. الكل كان يتمنى الفوز باللقب، لكن في الاخير منتخبان تمكنا من البلوغ المباراه النهائيه بعد مستويات كبيره جدا وتحمل ضغوطات اكبر، وايضا حمل امال كبيره من جانب الجماهير لمن ستكون الكلمه الاخيره في هذا اليوم الكبير. اجواء رائعه هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من اجل الاثاره والمتعه والشغف وكره القدم. النهائي على وشك البداية، اليوم الكبير، النجوم، الأسماء، والبحث عن مجد جديد، عن بطولة. هذا النهائي الكبير، الكل يترقب معنا مباراة بالتأكيد هي حديث الإعلام، حديث الصحافة، حديث الناس أمام هذا الكم من المشجعين. كريستيانو رونالدو، شوف المهارة العالية، شوف الكرة الحلوة، شوف اللمسة الجميلة. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. محاولة من جهة اليسار، يلعبها طولية. كرة خطيرة إلى الأمام، يسدد الكرة. رونالدينو غاوتشو. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، ينطلق إلى الأمام بسرعة. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. توقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يلعبها داخل ال 18، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. كرة رأسية خطيرة، محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحصل على المساحة. رونالدينيو غاوتشو، كرة إلى الأمام. صلاح يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. محمد صلاح، عدت الكرة، أرسخ يلعبها ببراعة. كرة طولية إلى الأمام، ومرت محمد صلاح. جول للمنتخب المصري. انهاء
بشكل رائع في موقف واحد على واحد. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، قد تكون هذه فرصتهم. تسديدة من أول لمسة. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. تابعنا 45 دقيقة إذن من النهائي حتى الآن. ها هي البداية إذن. يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه، وإن كان أيضاً الهدف الوحيد. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع. الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. كرة طولية من الحارس. يلعب كرة طويلة، كرة تصل اللاعب، نقل محمد صلاح، تلعب الكرة جميلة. جول! كرة لا تصد ولا ترد، أجمل تسديدة. يا سلام على الكرة. النتيجة 2-0. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول انها في اتجاه واحد. بينية الى محمد صلاح. الله ما، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، يلعبها الى داخل منطقة الجزاء. امكانية مرتدة الان، يلعب كرة بينية وصلت إليه. تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة، تلعب الكرة إلى الأمام. يستعيد الكرة سريعا، يلعب كرة طولية، فرصة هجوم معاكس. تدخل جميل واعتراض أجمل. يسيطر على الكرة، مرت الكرة بشكل جميل. كريستي، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. الكرة توضع في أفضل مكان، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. محمد صلاح على تنفيذ الخطأ. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات.
مستقبل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، يندفع بقوة إلى الأمام. الآن فرصتهم للمرتدة، تحر واحد على واحد في منتهى، تسديده في اتجاه المرمى. الله يا ولد، هدف غير عادي، سيطرة تامة بالطول والعرض، يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا لا يمكن له أن يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما. أنهى الهجمة بشكل رائع، مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. أجرى الفريق كل التغييرات المتاحة. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة، الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. بطاقة صفراء قرار سليم للحكم. أجواء مشتعلة، أعصاب مشتعلة، توتر كبير، يجب على الحكم أن يكون حاضرا، شخصيته حاضرة، والتدخل بسرعة. كرة طولية في المساحة الخالية، يلعب. الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا، ولكن في الأخير ضاعت الفرصة. يبحث عن المهاجم، يلعب كرة على اليسار.